السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي المشاهدين في برنامجكم الأسبوعي صدى الكفيل، الذي نطل عليكم فيه من رحاب أبي الفضل العباس عليه السلام، ونبدأه بفقرة التقارير الإخبارية، فابقوا معنا. ما زالت كوادر قسم المشاريع الهندسية تواصل الليل بالنهار لإنجاز المشاريع التي من شأنها أن تخدم الزائر الكريم، ومن هذه المشاريع هو سرداب الإمام الحسين عليه السلام، الذي يعد من المشاريع المهمة داخل العتبة العباسية المقدسة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. حركة عمل دؤوبة ومتواصلة من دون توقف يشهدها سرداب الإمام الحسين عليه السلام، الذي يقع تحت الصحن الشريف لمرقد أبي الفضل العباس عليه السلام. وفقاً للخطة التي وضعها قسم المشاريع الهندسية في العتبة العباسية المقدسة، الذي سخر جزءاً كبيراً من وقته لإنهاء هذا المشروع الحيوي والمهم. احنا الآن في المراحل النهائية لمشروع سرداب الإمام الحسين عليه السلام. هذا المشروع القائم في وسط الصحن الشريف المجاور للقبة ومجاور للأواوين، حقيقة عملية إنشائية جدا معقدة في تنفيذه. أتممنا المرحلة الصعبة من هذا المشروع، هو الزجاج والفسيفساء في السقف، في الجدران آيات القرآنية محفورة على المرمر بالCNC، وباشرنا كذلك بالأرضيات. الحمد لله تقريبا نسبة الإنجاز عندنا 95%، أكملناها لحد الآن بانتظار بس نصب الشباك الطاهر في هذا الجزء، وإن شاء الله سيتم تسليم وإنجاز المشروع قبل شهر رمضان المبارك. المشروع الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع سيكون مخصصا للزائرات، إذ بدأت أعمال الإنهاءات فيه تقترب من اختتامها شيئا فشيئا، تبعا لمخططاته الفنية والهندسية التي تحاكي العراقة الإسلامية، وبتنفيذ حديث وفقا لأحدث التصاميم المعمارية. انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تعد الأخطر من نوعها في العراق، وهي ظاهرة التسول. فما كان من العتبة العباسية المقدسة ومن خلال جمعية العميد إلا أن تبادر إلى تنظيم ورشة عمل لوضع استراتيجيات لمعالجة هذه الآفة الخطيرة. التفاصيل تشاهدونها في هذا التقرير. الفقر والبطالة كانا سببا رئيسا في جعل ظاهرة التسول تتنامى وتتزايد في الآونة الأخيرة، مما دعا لإعداء استراتيجية لمواجهتها بواسطة ورشة عمل قسمت لمحاور عديدة، ولا سيما المحور الاقتصادي الذي شمل التأثيرات الاقتصادية التي تسببها هذه الظاهرة ووضع الحلول والمعالجات لها. الحقيقة يعني طرقت الورقة إلى مجموعة من تفاصيل اللي تخص يعني عمل المتسولين، خصوصا أن بعضهم يمتهن هذه الحرفة، يعني يعتبرها مهنة، لأنه حجم الأموال التي يحصل عليها من خلال هذه المهنة أكبر بكثير من أي نوع من أنواع المهن الأخرى، على اعتبار أنه يستدر ويستعطف يعني عواطف الآخرين، ويحاول أن يحصل على كسب بشكل مجاني وبدون يعني أداء عمل. الورقة هي عنوانها كان التأثيرات الاقتصادية لظاهرة التسول. التأثير الاقتصادي الأول هو الهدر بالأموال، قد تكون هذه الأموال اللي تجمع لي من خلال المتسولين بالإمكان أن تكون في أمور أخرى، وبالتالي يعني مواجهة مكافحة هذه الجوانب هي يعني في صلب أو محور ورشة التسول اللي الآن إحنا في صدد. 3 ورقات عمل ضمها المحور ضمن ورشة ظاهرة التسول التي نظمتها جمعية العميد العلمية والفكرية، وناقش أمورا متعددة أهمها هدر الأموال والتأثير السلبي على السياحة والواقع الاجتماعي.
يعد مشروع المرجع الرقمي من أهم إنجازات مركز تصوير المخطوطات وفهرستها التابع للعتبة العباسية المقدسة، ليكون المصدر الرئيس لكثير من الباحثين والأكاديميين وبصورة ميسرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. من خزائن المخطوطات إلى عالم المعلومات الواسع ماضون في حفظ التراث، شعار عمل على ترجمة مخرجاته عملياً مركز تصوير المخطوطات وفهرستها في العتبة العباسية المقدسة عبر نوافذ متعددة، منها توفيره مجالاً رقمياً يتيح خدمة للباحثين والمحققين تحت مسمى المرجع الرقمي. فتم ولله الحمد فهرست أكثر من 80,000 عنوان مخطوط متاحة للباحثين والمحققين على الموقع الموسوم بالمرجع الرقمي للتراث المخطوط، ويستطيع أي باحث أو محقق أن يطلب المخطوط من خلال ملء استمارة خاصة بطلب مخطوط أو المصورة. فتم ولله الحمد لآخر العام 2022 فهرست أكثر من 90,000 عنوان لأكثر من 192 مكتبة، وهي متاحة للجميع في مختلف المواضيع والتخصصات. وساهم المركز من خلال هذا المشروع في لملمة التراث المخطوط ومصوراته والعمل على إصدار فهارسها، محققاً تقدماً لتوفير نوادر المخطوطات في موقع إلكتروني بعد أن مرت بمراحل تهيئة وتصوير بطرائق علمية دقيقة، لتصل اليوم إلى أكثر من 80,000 عنوان مخطوط جاهز أمام الباحثين. من المحاور التي عني بها مهرجان روح النبوة هو المحور الأدبي الذي تنافس فيه عدد من الشاعرات من داخل العراق وخارجه. تناوبنا على التغني بحب السيدة الزهراء عليها السلام، وليكون هذا المهرجان بادرة لدعم المواهب في شتى المجالات. المزيد في هذا التقرير. محاور عديدة تناولها مهرجان روح النبوة بدورته الخامسة، ومن تلك المحاور الأدبية هو محور الشعر الفصيح الذي اشتركت في جلسته الشعرية نخبة من الشاعرات من داخل العراق وخارجه. اليوم كان هنالك جلسة شعرية صدحت حناجر وأصوات الشاعرات بأجمل وأبهى القصائد الشعرية بحق الزهراء عليها السلام، وتضمنت أيضا مساجلة شعرية بين أخوات. الشاعرات المشاركات في هذا المهرجان تناولن في قصائدهن سيرة السيدة الزهراء عليها السلام العطرة ومآثرها العظيمة التي رسمت منهجا متكاملا لحياة الأمة. أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهت فقرتنا الإخبارية، سننتقل وإياكم إلى باقي فقراتنا المتنوعة ولكن بعد هذا الفاصل.
من المعروف إن مرحلة الشباب مرحلة جوهرية يكون فيها الإنسان في أوج عطائه، ولكنه في الوقت نفسه سيعاني فيها من عدد من المشكلات في الجوانب العلمية والعملية والاجتماعية من حياته، وخصوصا في وقتنا الحاضر. عن هذا الموضوع سيتحدث لنا وكيل المرجعية الدينية في فقرة عطر الهداية. والتحديات المعاصرة التي يمر بها جيل الشباب، مكمن القوة والحيوية والنشاط والتألق والإبداع في معظم هذه المفردات لدى الشباب. طبعا هذا لا يعني أن هذه العناصر غير موجودة في البقية أبدا، بل هو هذه المرحلة هي طبيعتها من بين مراحل حياة الإنسان، كما أشارت بعض الآيات القرآنية أن مركز القوة والعطاء إنما يتمثل في هذه المرحلة من الحياة، فقبلها مرحلة الطفولة وبعدها مرحلة الشيخوخة، لذلك تعتبر مرتكزاً أساسياً في بناء المجتمع، ومن هنا ينبغي أن يتوجه الاهتمام إليهم. نبين أيها الأخوة والأخوات، أبنائنا الشباب، بناتنا الشابات، وفي نفس الوقت نلفت نظر المجتمع والمؤسسات المعنية إلى ما ينبغي الاهتمام به في الوقت الحاضر. أهم مخاطر والتحديات التي يواجهها الشباب هو الغزو الثقافي والمعرفي والأخلاقي. إخواني، نلتفت إلى نقطة، ماذا نعني بالغزو الثقافي والمعرفي؟ هل نعني فقط الغزو في مجال المعارف الأساسية كالعقيدة والسلوك؟ لا أبداً، جميع مجالات الحياة بالنسبة إلى الشباب مهمة، سواء ما كان يتعلق بالعقيدة أو المعرفة العامة أو الأخلاق أو المبادئ أو القيم أو التطلعات أو التوجهات أو الأماني أو العادات أو التقاليد أو الهوية التي ينتمي إليها الشاب. كل هذه الأمور هي مصاديق للثقافات التي يحتاج إليها الشباب، حتى في التطلعات، حتى في الأماني، حتى في الرغبات، حتى في العادات، في التقاليد. الشاب يحتاج إلى أن يعرف الثقافة الصحيحة في هذه الأمور، ما هي توجهاته الصحيحة، ما هي اهتماماته الصحيحة، ما هي المبادئ الصحيحة في حياته، مو بس عقيدة ومعرفة، مع أنه هذا هو الأساس طبعا، لا شك أن المعرفة العقائدية هي الأساس التي يرتكز عليها الإنسان في حياته، ولكن هناك مجموعة من الثقافات. الآن مكمن الخطورة أين إخواني؟ نجد الآن كل هذه الثقافات والمعارف انفتحت على الشباب في خضم التطور التكنولوجي في عالم الاتصالات. هناك سيل عارم، بل سيول عارمة من الثقافات والمعارف والعادات والمبادئ والأخلاق والقيم والتوجهات والأماني والتطلعات تضخ إلى الشباب، ليس بصورة يومية بل في كل دقيقة من دقائق اليوم الواحد في حياة الشاب. وهذا شاب، هنا إخواني خطورة، هذا شاب في مقتبل الحياة بعد لم ينضج في مجال المعرفة، وإن كان البعض طبعا لا شك أنه قد يكون أكثر نضجا من بعض الكبار، لكن هو بعد قليل الخبرة في الحياة، قليل المعرفة، لم تكتمل معارفه، لم تكتمل المبادئ التي يحتاجها في الحياة، لم يخبر الحياة بصورة دقيقة وكاملة. هذا السيل العارم هو يظل في حيرة، أي واحد من هذه الثقافات والمعارف صحيحة قد تغويه وتخدعه. بعض المعارف والثقافات التي تطرح في هذه الوسائل الكثيرة المغرية والجذابة والفاتنة التي تفتن الإنسان، لذلك قد يتمنى الكثير من هذه الثقافات لديه، وهي ثقافات ضارة وخادعة.
تواصل ملاكات العتبة العباسية المقدسة بمختلف تخصصاتها أعمالها المتنوعة التي تصب في خدمة الزائر الكريم بشكل خاص والمجتمعي بشكل عام. وفقرتنا الآتية هي صورة وتعليق ستسلط الضوء على بعض تلك الأعمال، لنشاهد معا. أحبتنا المشاهدين، فقرتنا القادمة لحظات ضوئية ستستعرض لكم عددا من الصور التي التقطتها عدسات مصوري العتبة العباسية المقدسة لتوثق جزءا من أجواء كربلاء، لنتابع معا. وصلنا الآن أحبتي المشاهدين إلى فقرة بذرة مقدسة لنستعرض فيها أسماء وصور عدد من شهداء فتوى الدفاع الكفائي، فالرحمة والخلود لتلك الأرواح الطاهرة. مراكز وشعب تعمل ليل نهار لتقدم عملا فيه للمجتمع بصورة عامة نفع وفائدة. دعونا الآن أحبتي المشاهدين ننتقل معا إلى فقرة خدام التي سنتعرف فيها على ما يقدمون من أعمال متميزة تستحق الإشادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. قسم المضيف هو أحد أهم الأقسام الخدمية في العتبة العباسية المقدسة، الذي يعنى بتقديم الوجبات الغذائية للزائرين الكرام على مدار السنة في الأيام الاعتيادية والزيارات المليونية والمناسبات الدينية وليالي الجمعة. بالنسبة للوجبات التي تقدم في قسم المضيف في الأيام الاعتيادية هي في وجبة الغداء فقط، أما في الزيارات المليونية وليالي الجمعة وهذه المناسبات الدينية تقدم وجبة الفطور والغداء والعشاء. في الأيام الاعتيادية هنالك يعني تقدم في الأيام الاعتيادية تقدم الوجبات للزائرين الكرام في سيارات القسم، هي صالة في الطابق الأول وصالة في الطابق الأرضي، وتقريبا استيعاب هذه الصالات في اليوم الواحد تقدر بحوالي من 4000 إلى 5000 زائر يوميا، بالإضافة إلى منفذ لتوزيع البطاقات وتوزيع السفري، هذا قرب باب الإمام موسى الكاظم عليه السلام. في زيارة المليونية تكون هنالك منافذ عديدة حسب حاجة القسم وحسب كثافة الزائرين والأعداد التي تأتي وتوفد إلى محافظة كربلاء المقدسة لغرض الزيارة. تارة يتم استحداث منافذ جديدة أو يتم اعتماد على المنافذ السابقة في السنوات السابقة يعني لهذا الموسم من الزيارة. قسم المضيف يتكون من 6 شعب تشكيلات، الشعبة الإدارية والمالية وهي الشعبة التي تعنى بالأمور الإدارية وشؤون المنتسبين، بالإضافة إلى الأمور المالية التي يتم استلامها من العتبة المقدسة أو قسم الهدايا والنذور،
وتعاملاتها مع الأقسام المعنية بهذا الخصوص، وكذلك شعبة التغذية، وهذه الشعبة تعنى بقضية الطبخ وإعداد الوجبات للزائرين الكرام بمختلف الأنواع والكميات المطلوبة سواء في الأيام الاعتيادية والزيارات المليونية. وتكون لهذه الشعبة أيضا جهود كبيرة جدا واستثنائية خلال زيارة الأربعين وزيارة عاشوراء. أما بالنسبة لشعبة الضيافة فهذه الشعبة تعنى يعني هذه الشعبة تعنى بقضية استقبال الزائرين والتعامل معهم وفق الأتيكيت والبروتوكولات العلاقات العامة التي يتم تدريبهم عليها، والدورات التي يشاركون فيها في معظم أيام السنة تقريبا وبشكل دوري. وواجبهم هي استقبال الزائرين ويعني حين الدخول للصالة، وكذلك التوزيع في البطاقات السفري، وكذلك ضيافة مجمع الإمام الهادي عليه السلام والفنادق التي ترعاها العتبة استقبال الزائرين. أما بالنسبة لشعبة المخزن فهذه الشعبة هي إحدى تشكيلات القسم أيضا، وتعنى في قضية خزن المواد وشرائها، المواد الجافة والمواد الخضرية واللحوم سواء الطازجة أو اللحوم التي تستلم من الهدايا والنذور. بالنسبة للشعبة الأخرى هي شعبة الحانوت التعاون، هذه تقدم وجبات طعام للزائر للمنتسبين ملاكات العتبة المقدسة والمتطوعين أيضا في الأيام الاعتيادية في الزيارات المليونية. هذه الشعبة يبدأ عملها يعني عملها يكون تقديم وجبات الفطور والغداء فقط. أما في الزيارات المليونية فتوكل مهام عديدة لهذه الشعبة، منها طعام الملاكات في العتبة المقدسة والمتطوعين لجميع أقسام العتبة المقدسة، بالإضافة إلى الجهات الخدمية الحكومية الساندة التي تقدم الخدمة للزائرين بوفق موافقات أصولية من إدارة العتبة المقدسة. هاي تقريبا هي التشكيلات، بالإضافة إلى تشكيل آخر هذا يعمل بشكل مستقل تقريبا ولكن ينطوي تحت إدارة القسم، هي شعبة تغذية مستشفى الكفيل التخصصي، هذا الذي يقدم الطعام للأخوة الرافدين في مستشفى الكفيل والمراجعين وهذه الأمور التي تعنى يعني داخل إدارة المستشفى. إلى هنا وصلت حلقتنا لهذا الأسبوع إلى نهايتها، نستودعكم الله أحبتنا المشاهدين على أمل اللقاء بكم في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتي أنا وكادر العمل، دمتم في أمان الله ورعايته.